صباح الخير المشاهدين لولو يامي، صباح الورد والياسمين. هذا الصباح 8 ديال الصباح، انا خارجه كنتمشى شويه وقلت غادي نصور لكم هاد اجمل حديقه بالنسبه ليا في المحمديه اللي كتعجبني بزاف. جات قدام لاكار ديال التران اللي كتعجبني بزاف. هاد الحديقه سميتها 18 نوفمبر. زوينه بزاف كتعجبني، المهم واحد الجو فيها رائع بزاف. المهم انا غير كنتمشى وقلت غادي نصورها لكم، نتمنى تعجبكم. انتما كتشوفوا الديكور ما شاء الله شحال زوين. هذه واحد البحيره، انتما غتشوفوا كاين الماء، هذا الماء كيدوز وكيمشي لهذيك البحيره، هانتوما غادي نوريها لكم. فيها واحد هذيك الحجره سبحان الله كتخرج الماء، دايره هذوك ديكور كتخرج كيخرج منها الماء. شوفوا شحال زوينه هاد الحديقه ما شاء الله، نتمنى انتوما تعجبكم. هذه راه بحيره الماء كيدوز من هنا وكيعاود يدخل وسط الحجر. المهم هاد الحديقه عندها جوج بيبان وكتسد بالليل. شوفوا انتوما الديكور اللي قلت لكم، راها هذه راه حجره وكتخرج داك الماء. ها هما شوفوا الديكور كيداير، عندها جوج بيبان. المهم اللي جا يعني المحطة ديال القطار كيدخل كيجلس يتبرد هنايا حيت باردة، واحد الجو فيها زوين بزاف حيت جات قدام المحطة. أجمل حديقة في المحمدية بالنسبة لي أنا، كتعجبني بزاف وبغيت نشاركها معكم. المهم كيدخلوا الناس كيتصوروا حيت هذه الحديقه عندها جوج بيبان، واحد الباب قدام القطار عفوا قدام لاكار ديال التران، وواحد الباب كيخرج للشارع، واحد الشارع واحد اخر. مازال غادي نخرج نوريه لكم ان شاء الله ملي غادي ندوركم مزيان. كيجيو الناس يتصوروا هنا بزاف، الناس اللي كنشوفهم كيجيو يتصوروا، وفيها العساس وكيسدوها بالليل ما كيخلوهاش، يخلو لها ديما نقيه ديما. كاين يعني العساس يعني جارديني اللي كينقيها يوميا، ديما نقيه وزوينه بزاف. وكيجيو الطلبه كيحافظوا فيها، ولكن كتسد مع سعود ديال الليل ضروري يسدوها. شوفوا ما شاء الله الخضورة، ما شاء الله الأزهار. يعجبني الصوت ديال الماء كنجي كنسمع هذاك الصوت اللي هذاك الصوت ديال الماء اللي كيخرج من الحجر. شوفوا الازهار ما شاء الله. ثمانية ديال الصباح دابا، هنا انا دابا 8 ديال الصباح، انا خارجه كنتمشى شويه. المهم مازال الدنيا خاويه، ما كاينش الناس بزاف. هذا هو الباب الثاني اللي قلت لكم، وهذا الباب اللي من هذه الجهه يعني جا قدام لاكار ديال التران. كنهدي لكم هذا الورد
المشاهدين لولو يامي، كنهدي لكم هاد الورود. كنشكركم بزاف بزاف على التعليقات ديالكم الجميل الزوينه اللي كتعجبني بزاف. كنتمنى لكم التوفيق والنجاح ان شاء الله. انتم شوفوا تمنظروا تمنظروا، شوفوا هاد الخضوره شحال زوينه ما شاء الله. هادوك العمارات يعني هادوك الاقامات فيهم الاطباء جاوا قدام هاد الحديقه، يعني كان الباب الثاني اللي كان خرجوا منه باش كندخلوا من جهه، كاين الباب اللي قدام المحطه وكاين الباب اللي كيخرج للشارع اللي كاينين يعني اقامات اللي فيهم الاطباء الدكاتره. هاد الحديقة سميتها 18 نوفمبر. إلا سمعت حنان ميس هاد الفيديو غضحك، حيت قالت لي عندكم الأسماء ديال الشهورة. فعلا بصح في المحمدية بزاف كاين الأسماء ديال الشهورة، 3 مارس، كاين نفس جويي، كاين 18 نوفمبر. مازال غادي نصور لكم بزاف ديال الأماكن إن شاء الله بإذن الله. كل شيء نقي وزوين بزاف. ها هو الورد كنهديه لكم. الحديقة جات وسط المدينة المحمدية. المهم انا قلت لكم اللي كيبغي يتبرد او اللي يبغي يرتاح شويه جات قدام المحطه ديال القطار، كيدخلوا الناس كيجلسوا فيها وكيكونوا مرتاحين وكيتصوروا، حيت فيها واحد الديكور زوين بزاف غادي يعجبكم. ثم لاكار هو هذا، هنا فين كيجيو الناس كيتصوروا في هاد الشلالات. كاين هاد الشلال انتم كتشمعوا الماء، ما شاء الله. نتمنى تعجبكم الحديقة ديال لولو يامي. الفيديو ديال لولو يامي الحديقة في المحمدية. انا غير كنقرب لكم باش تشوفوا المحمدية. المهم اللي جاء المحمدية باش الا بغى يزور شي بلاصة زوينة، المهم راها فيها ما يتشاف. نتمنى يعجبكم هذا الفيديو اللي صورت لكم في هذا الصباح. الى عجبكم ما تنسونيش باللايكات، جزاكم الله كل خير. نتمنى لكم التوفيق والنجاح ان شاء الله. مع السلامة الى الفيديو المقبل ان شاء الله، نلقاكم على خير.